لكن نحب هكا نلعب شوية مع الناس اللي يسمعوا فينا ولا يتفرجوا فينا. أنت علاش موجود هنا شيخ؟ أبريتو في الأخير الكل اللي بيش يتفرج يقول لك هذا يا شيخ ولا هذا يا إمام، يقول لك لا نحن نعرفوا الإيدنتيتي متاع الإمام بالجبة متاعه والشاشية وراجل كبير ولحية ويكلمني ويبدأ شادد في يده مثلا سبحة كيف نكاية هكا، ومشيت دبسيا أنا أكلم فيك محمد بس إمام خطيب ريتني عندي لبسي متاعي عندي البسيكولوج متاعي ضر فيه في روحه أنا فيه. متأكد كمحمد بس إبراهيم اللي بيش يتفرج في الحلقة هذه بشي زبيها كمحمد بسي أي. كلامه كإيمان بشي يجي نهار ويجي لو جعلها الحلقة مش فاهمك الحلقة هذه بالذات قل لي لا أنا نعرف ناس راي صليت وكذا وعد كل شيء منتحرة كي عملت وعد عملت ديبريسيون قوية أجو. نقول لك على خاطر مشيتش للطبة هذا السؤال هو نحن اليوم يجيوني هنا راو شباب يجيوني شباب يسألني بعد سنين يقول لي يبدأ عينيهم زغر يحب يبكي ويحب يبكي وانا نحبهم يبكيوا في بالهم شو ما يسخين يقولوا لا راك راجل ما تبكيش. الحاجة اللي نحب نفهمها كومون ديو بونس كيفاش يخمم ربي ربي سبحانه وتعالى كي خلقنا يقولك إمام يتكلم هكا على سالك. فإنسان اللي عايش في وسط التعب ومرض وديبريسيون وكذا وحك وشي ما هوش مسؤول ما تنجمش تجي إذا كان تقوله راك ضعيف إيمان راك ظالمه. مثلا الشيطان في السيونس يقول لك ديزالوسيناسيون تهيؤات كل الناس بفضل الله يا نوال الحمد لله موجودين امثالي وامثالي زاد اي انا تعرف نحن امثالي كليبر لا سوسيتي في الاخر بالكل